لكم مشاهدينا الكرام، الخوت في خبر عاجل وحصري. رسميا هذا هو القرار ديال اللاعب الدولي ابراهيم دياز، اللي الكل ينتظر من سيختار ومع من سيلعب، واش غادي يلعب مع المنتخب المغربي او غادي يلعب مع المنتخب الاسباني. الان القرار هو رسمي وحاسم ديال اللاعب اللي غادي نشاركوا معكم. الاسبان حقيقه بقاو مصدومين بالاختيار ديال اللاعب، اللي شحال هما كيحاولوا يقنعوه، لكن غادي نشوفوا كذلك شنو دار المغرب باش قنع هذا اللاعب هذا باش يلعب الى صفوفه، وكذلك شنو هي الامتياز اللي غادي يعطي لابراهيم دياز باش انه يلعب الى صالح المملكه المغربيه. شوفوا الخوت، هو هذا القرار اللي خرج في خبر عاجل، واول قناه اظن انها كتنقلوا لان الخبر لاول مره خرج، انه امر حاسم. ابراهيم اختار اللعب مع المغرب في مواجهه سلبيه الى اسبانيا. سيمثل رسميا المهاجم المدريدي بلد اجداده بعد حصوله على الجنسيه المغربية هذه الأيام. صافي خذا الجنسية والقرار، كلشي كان كيتسناه، الصحف الإسبانية، المشجعين ديالو، المغاربة، كلشي كيتسنى الاختيار ديال إبراهيم دياز. كلشي كان عارف بأنه غادي يختار المغرب، لكن كان بعد شوية ديال الشك واش غادي يتبع إسبانيا. لكن شوفوا كيفاش المغرب يعني قنع إبراهيم دياز، لأن الآن الصحف الإسبانية طالع ليها الدم وكتقول بأن المغرب نزل بجميع الثقل ديالو. غادي نشوفوا الخوت شنو قالت الصحف الإسبانية. قد انتهت قضية إبراهيم دياز المهاجم في الأخبار التي وردتها ماركا، سيلعب الآن مع المغرب، القرار حازم وقد تم دراسته بعناية لكنه فوري ولا عودة إلى الوراء. صافي يعني قرار أخير، وأن إبراهيم دياز سيمثل أو سيحمل القميص ديال أسود الأطلس، وهذا يعني هذه الصحف الإسبانية، وهذا يعني أن ذلك سيحدث بمجرد استدعاء المنتخب المغربي له، وهو ما يمكن القيام به في المباريات الودية هذا الشهر على أرضه ضد أنغولا وكذلك مع موريتانيا. 22 مارس و 26 مارس غادي يكون لاعب إبراهيم دياز غادي يكون في هذا ديال المنتخب الوطني. كذلك الصحف الإسبانية تقول لك إنه الأمر مؤسف، إسبان طالع عليهم الدم، لكن إسبانيا تخسر إبراهيم يكون ذلك بسبب نية الصبي الذي انتظر حتى اللحظة الأخيرة بلد ميلاده، وحيث ولد مليليا وأمه مالاغا، لكن لاعب ريال مدريد في مواجهة التجاهل المتكرر للروحة انتهى به الأمر إلى اتخاذ قرار بشأن المغرب الذي يتابعه منذ سنوات طويلة. الخوت نوضح لكم هذه الفقرة، هذه ما عجبتنيش حقيقة، لكن في الأخير أنه أخذ القرار الصائب. قال لك للأسف إسبانيا خسرت هذا اللاعب هذا، لأن هذا اللاعب عيام يتسنى باش أن المدرب ديال المنتخب الإسباني يعيط له، ملي ما شاف بأنه ما عيط لهش وقطع الياس بأنه ما غاديش يلعب من المنتخب الإسباني، عاد خذ القرار إلى صالح المنتخب المغربي. نتمنى بأن اللاعب ملي خرج في شي تصريح يبين بأنه اختار المغرب عن جدارة واستحق وعن قناعة، بانه مقتنع بانه خصو يلعب الى المنتخب الوطني، ماشي حسب الصحف الاسبانيه كتقول لك لا راه مختار المغرب لان اسبانيا ما بغاتوش ولا ما عيطاتش ليه. الاسبان طلع عليهم الدم لان الجمهور باغي يلعب، لكن المدرب ديال المنتخب الاسباني هو اللي تجاهلو ما عيطش ليه. قال لك ولكن المغرب بقى مركز، وتحديدا منذ نهائيات كاس العالم الاخير في روسيا 2018 جدة الصبي ابراهيم دياز عبد القادر ولدت في المغرب، جدة هي اللي من اصول مغربيه، والان هو الحمد لله اخذ الجنسيه المغربيه واخذ القرار ديالو باش انه يلعب الى صالح منتخبنا الوطني. نشوفوا شنو دار المغرب الخوت حسب الصحف الاسبانيه باش انه قنع هذا اللاعب. انما حدث في المغرب كان عمليه قضيه دوله، قال كان الدوله المغربيه نزلت بالثقل ديالها كامله باش انها يعني تعيط لابراهيم دياز، زادوا فيه في المبالغة، يعني بالغوا شوية. الجامعة، نعم الجامعة الملكية واقفة بقوة وبكل يعني القوة ديالها باش انها تقنع ابراهيم دياز باش انه يلعب لصالح المنتخب، المدرب، الفريق، نعم، ولكن باش نقولوا الدولة المغربية لا أظن ذلك. وقد شارك وكلاء كرة القدم في الدولة الإفريقية في عملية ابراهيم بقيادة المدرب وليد الركراكي، لكنها كانت أيضا معركة شخصية لرئيس الجامعة المغربي لكرة القدم فوزي القزعان.
نعم فوجي القجع كانت عنده هذه معركة ليه، كان كيقول بأن إبراهيم دياز لاعب معايير دولية ولاعب يعني مهم بالنسبة للمنتخب الوطني، لذلك كان واقف على هذا الدوسي وفعلا ربح هذه القضية هذه. الآن حقيقة فوجي القجع راه رجل قوي في هذا المجال ديال كرة القدم، وكتعترف به حتى الصحف الرياضية الإسبانية، كتقول لك بأن هذا السيد هذا راه قوي أقوى حتى من رئيس الجامعة ديال كرة القدم الإسبانية، الذي بدوره هو أحد الرجال الأقوياء في حكومة البلاد، حيث يشغل منصب الوزير المنتدب المسؤول عن الميزانية. لقد بذل المغرب كل جهوده من أجل إبراهيم، وهو ما لم تفعله إسبانيا. دابا الإسبان كيلوموا في المدرب وكيقولوا المدرب شوف في المغرب كيفاش وقف وخد لنا هذا اللاعب اللي هو شاب وقوي وغادي يستافدوا منه في كأس إفريقيا 2025 وغادي يستافدوا منه في كأس العالم 2030. أما إسبانيا ما دارت حتى مجهود باش أنها تخلي عندها إبراهيم دياز حسب الصحف الإسبانية. لا يوجد أي حدة، ولكن هذا هو الواقع. نعم لقد قال لويس مدرب لاروخا دائما إنه كان يفكر في هذا الأمر. نعم هذه هي الحقيقة. لم يترجم حتى إلى استدعاء تم تجاهله بالفعل في الألعاب الأولمبية الأخيرة والتزامات لاحقة، لا في اتصال حنون مع الصبي ولا في اتصال ولو كان سريع الزوال مع اللاعب. وبالتالي فإن إبراهيم دياز لم ينتظر أكثر وذهب مع المغرب الذي لديه مشروع منتخب وطني له. سمعتوا صحف الاسبان كتقول لك راه هو كان باغي يلعب مع اسبانيا، ولكن اسبانيا بجهلاته المغرب عيط ليه ونزل بالقوه ديالو وداه. انا كنتمنى وكنطلب من ابراهيم دياز انه يعني يخرج شي تصريح ويقول بان كما قلت لكم قبل بانه اختار وطنه ولا اختار الوطن ديال الاجداد ديالو المغرب، هو اسباني حقيقه لانه ولد هنا وكل شيء، ولكن بلده الاصل كذلك الاجداد ديالو من المغرب، يقول بان اختارتهم عن قناعه ماشي بان حتى ما لقيتش بلاصه في المنتخب الاسباني عاد مشيت للمغرب. علاوه على ذلك في مدريد هناك استياء معين من ان الاتحاد يولي الكثير من الاهتمام للقيم الشبابيه الى اخره، وفي المغرب يعرضون عليه دور مهما في المستقبل. قال لك بان غادي يكون هو النجم، ان يكون نجم الفريق. قال لك الجامعه المغربيه باش قنعت ابراهيم دياز قالت ليه بانك غادي تاخذ المكان ديال النجم ديال الفريق، انت هو اللي غادي تكون نجم الفريق ديال المنتخب الوطني سواء في كاس افريقيا 2025 او كاس العالم. لابد من الاخذ في الاعتبار ان بطوله كاس افريقيا 2025 تقام في المغرب، ويتم تنظيم كاس العالم مع بطريقه مشتركه 2030 كذلك في المغرب مقارنه ب 11 لاعب في اسبانيا، لكن هذا بعيدا وسنرى جوده هذا اللاعب. باختصار ابراهيم انتظر اسبانيا لكنه سئم الانتظار. كتشوف الصحافه الاسبانيه كدور وكترجع كتقول لك بانه بغى يلعب مع اسبانيا، لكن كيلوحوا الدم على المدرب الاسباني هو اللي ما عيطش ليه. لكن ممكن تكون حاجه اخرى اللي كنتسناو من ابراهيم دياز انه وضحها لنا. ولا مكالمه ولا شيء، لا ان اكون بطل الدوري مع ميلان، ولا ان ارتدي الرقم 10 لهذا الفريق التاريخي، ولا ان اكون في مستوى جيد في الفريق الاكثر تعقيدا في العالم ريال مدريد، ولم تترجم اسبانيا قط اهتمامها المفترض الى لافتات او نداء حازم. هل كان لويس اللي هو المدرب متاخرا؟ لقد فات الاوان حقا، لان صافي ابراهيم دياز خذ القرار ديالو الرسمي والاخير الذي افرح المغاربه اللي هو الانضمام الى صفوف اسود الاطلس، وغادي يلعب معاهم ان شاء الله كاس افريقيا اللي غادي تنظم في المغرب 2025 وكذلك كاس العالم، وسيكون نجم الفريق يعني حسب هاد الصحف الاسبانيه هو اللي غادي يحمل القميص الوطني المغربي. خوت نتمنى نكون وضحت لكم بالتفاصيل، ما تبخلوش علينا باللايكات والبارتاج لتصل المعلومه الى الجميع. خليونا الاراء ديالكم في الاختيار النهائي ديال ابراهيم دياز. الى اللقاء.